الحركة الشعبية هذا حزب يجمعنا به التاريخ ومن عهد السي عبد الكريم الخطيب رحمه الله والسي حرضان، وكان معنا في الحكومة اخوان ديالنا واصدقاء ديالنا واستدعونا لابد نجيو. ويلي الله يلعن الشيطان. هاد المحطة ديال المؤتمر الرابع عشر هي محطة مهمة بالنسبة للحركة الشعبية، أولا لأنها تعبر على أن الحزب يعني يعقد يعني مؤتمراته في وقتها، وثانيا يأتي هذا المؤتمر في ظرفية خاصة يعرفها الجميع، ظرفية صعبة بالنسبة للمغرب بالنسبة للعالم، هناك عدة يعني صعوبات يشتكي منها المواطن، ونريد أن ينكب هذا المؤتمر على تقييم يعني أداء الحزب من وجه المعارضة الذي ينهجها منذ سنة، وكذلك أن يلقي نظرة على الطريقة التي تتجاوب مع بها الحكومة مع قضايا المواطنين. ولكن أكثر من هذا، هذا المؤتمر بالنسبة لنا محطة أساسية، أولا لأن سيكون هناك تجديد لهياكل الحزب بقيادة الحزب، سيكون انتخاب أمين عام جديد، وكذلك نحن ننتظر توجيهات المؤتمر للتحضير للمحطة المقبلة انتخابات 2026، لأن نعتقد أن الحزب يمكنه أن يحسن كثيرا يعني نتائجه وأن يعود إلى مكانته الطبيعية. على روحي الوطنية والتشبث بالهوية المغربية، فهو شخص تجمع فيه ما تفرق في غيره، سياسي كبير، مقاوم شرس، كاتب، شاعر وفنان، قاد الحركة الشعبية في مراحل صعبة من تاريخ البلاد. ونؤكد هنا أن الوفاء لروح المؤسسين تتطلب التكامل بين الأجيال في هيكلة الحزب وتطوير أدائه، ونحن مؤمنون بأن الحزب يتوفر اليوم على طاقات شبابية مهمة ستشكل بدون شك الخلف القادر على حمل المشعل بكل أمانة ووفاء. حضرات السيدات والسادة الكرام، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والقانون الأساسي لحزب الحركة الشعبية وكذا نظامه الداخلي والمقررات التنظيمية للجنة التحضيرية، ينعقد اليوم المؤتمر الرابع عشر للحركة الشعبية بمؤتمرات ومؤتمرين حضروا من كل جهات وأقاليم مغربنا الحبيب. ليس لتأتيت هذا المؤتمر فقط، بل لاستشراف آفاق هذا الحزب بالعتيد ورسم معالمه وإرساء المقاربات والتوجهات التي تصب في مصلحة بلادنا وفق مبادئ الحزب التي تجعل مصلحة الوطن تسمو على مصلحة الحزب، وأن من يريد خدمة وطنه لا يشترط موقعاً لفعل ذلك. ينعقد هذا المؤتمر حضرات السيدات والسادة بعد انتهاء اللجان المنبثقة يعني اللجنة التحضيرية من أشغالها والمصادقة عليها من طرفها، في انتظار عرضها على أنظاركم في هذا المؤتمر إن شاء الله.